يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر أحيانا ذكر الصلاة والزكاة دون بقية أركان الإسلام، وأيضا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، فما المقصود من هذا وما الحكمة في ذلك؟ لأن المؤمن بالله واليوم الآخر سيأتي به بأركان الإيمان وخصال الإيمان، لا يكون مؤمنا إلا بذلك. فإذا آمن بالله واليوم الآخر فإنه يأتي بخصال الإيمان، ولم يأتي بها الرسول هنا لأنه شرحها في أحاديث أخرى، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، ما يؤخذ بطرف يترك الطرف الثاني، حديث يفسر بعضها بعضا، يوضح بعضها بعضا، يخصص ويبين بعضها بعضا. وأما أحيانا تذكر الصلاة والزكاة، هذا أشرنا إليه في أثناء الكلام، قلنا لأن الصلاة رأس الأعمال البدنية، من حافظ عليها سهلت عليه بقية العبادات، من حافظ عليها سهلت عليه بقية العبادات. الزكاة هي رأس الأعمال المالية، فمن أخرج الزكاة سهلت عليه بقية الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ومن بخل بالزكاة فلن تسهل عليه بقية الأعمال، ومن تهاون بالصلاة تهاون في غيرها. ولهذا جاء في الأثر من حفظها، يعني الصلاة، وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الله جل وعلا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها أمران عظيمان، الأمر الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعود الإنسان على الطاعة وتبغض إليه المعاصي، والأمر الثاني أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله أكبر من كل شيء من الأعمال. نعم، كل هذا يجتمع في الصلاة. نعم.